مكملين كلامنا معاكم عن البولينج ومعلومات اكتر هنعرفها دلوقتي من ضيفي سياده اللواء احمد نصر رئيس الاتحاد المصري للبولينج. ازيك يا سياده اللواء؟ اهلا بيك يا عمرو. اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير والله، ربنا يكرمك. لان حضرتك على المستوى المتقدم للبولينج في مصر واللعيبه، وكان خير دليل على ده البطوله العربيه اللي يعني ميداليات الذهب. الحمد لله، يمكن ربنا وفانا في البطوله العربيه الثابته للشباب والبطوله العربيه الاولى للشابات. يمكن عندنا لو اتكلم على الاول على الشابات، الحمد لله يمكن احنا حققنا كل ميداليات الذهب والفضه والبرونز اللي موجودين في البطوله، ويعني كان التفوق المصري تفوق ساحق. بالنسبه للبطوله العربيه للشباب، احنا خدنا المركز الاول في مسابقه الفردي، وخدنا المركز الثاني في مسابقه الاساتذه، وتحصلنا على المركز الثاني للبطوله بفرق ميداليه واحده فقط لا غير. لو كنا حققنا ميداليه فضيه ثانيه كنا خدنا كاس البطولتين. احنا خدنا كاس البطوله العربيه الاولى للشباب، وخدنا المركز الثاني بالنسبه للبطوله العربيه الثابته للشباب، ودوت بيعتبر انجاز هو الاول في تاريخه بالنسبه للاتحاد المصري، وبيؤكد ان احنا ماشيين الحمد لله على خطى ثابته، سواء في التخطيط او في اعداد الناشئين والناشئات والابطال لل هيبقى سؤالي ان اكيد الوصول للمراكز دي كان في تعب واجتهاد وخطط من الاتحاد، حابب ان انا اعرفها من حضرتك. هو طبعا يعني احنا الحمد لله بنحط الخطه بتاعتنا، سواء بالنسبه للاعداد للبطولات المختلفه، يمكن احنا ما بنبطلش طول السنه. التدريب عندنا 5 ايام في الاسبوع طول السنه، وطول الايام بنبدا من السبت نخلص يوم الاربع من كل اسبوع لمده 5 ايام، 5 ايام في 4 ساعات ب 20 ساعه اسبوعيا تدريب. عدد ساعات الحمد لله كبير، بالاضافه ان احنا بنحاول ان احنا نوائم التوقيتات بتاعتنا بتاعت التدريب مع التوقيتات بتاعت اللاعبين عندنا، لان احنا عندنا معظم اللاعبين كلهم في مراحل سنيه مختلفه، سواء اللي في الدراسه في المدارس او في الجامعه، بالاضافه للناس اللي هي بتشتغل، سواء عندنا كل معظم اللي موجودين عندنا الحمد لله مهندسين ودكاتره وناس كلها على مستوى علمي متقدم. فبنحاول ان احنا نعمل خطه بحيث ان احنا كل الناس تبقى موجوده ملتزمه بالتدريب. طبعا حتى بالنسبه للخطه بتاعتنا طبعا بنراعي توقيتات بتاعه البطولات المحليه اللي احنا بنعملها، بحيث ان احنا نشرك اكبر عدد من اللاعبين، بالاضافه ان احنا عاملين مراكز تدريب او مدارس لتعليم البولينج بالمجان طول السنه. يعني اللاعب بيجي بناخده لمده 3 4 شهور، تمام، تعليم بولينج بالمجان، والله لو ظهر منه خير بيستمر معانا، بنجدد له الفتره مره، فتره التدريب مره تانية، لغايه لما بنحس ان هو مستواه بيبشر بخير بنبتدي ناخده معانا في المنتخب كناشئين، ونبتدي نعده اعداد بحيث ان احنا نشركه في البطولات المحليه اللي بيبرز منهم، بنركز عليه في التدريب اكتر علشان نقدر ندخله في المنافسات الاقليميه او المنافسات العربيه او الدوليه.